أنا بسلم جميع متابعين قناة بتكون عربي، ومرحبا بكم بهيدا الفيديو المهم جدا جدا جدا. بهيدا الفيديو رح نحكي على أهم طريقة وأأمن طريقة فيك تتداول فيها العملات الرقمية بهيدا الوقت، وأنا متوقع تكون هذه كمان طريقة المستقبل، لأنه هي فعلا الطريقة الأأمن. هلا بفيديو اليوم رح نشرح ديدكس. ديدكس هو عبارة عن اكسشينج لا مركزي، تمام؟ يعني ما في سلطة مركزية بتديره، بس الميزة الأساسية فيه انه ما انك بحاجة انك تودع عملتك الرقمية على الاكسشينج لإلهم، لانه بقية الاكسشينجات لا مركزيين، تمام، مثل ايدكس او حتى ايثر دلتا، بتحول انت فعليا عملتك ايثيريوم او اي عملة تانية مبنية على الايثيريوم من محفظتك لعند لحسابه الاكسشينج، تمام، لمحفظة خاصة بهيدا الاكسشينج. فبالتالي انت هون لسه عندك خطورة، اذا صار شيء على هيدا الاكسشينج تهكر او اي شيء فلح ينسرقوا مصرياتك. بينما الديدكس عنده الامكانية بانك انت تتداول مباشرة من محفظتك بدون ما تودع مصرياتك بأي مكان، فهذه أأمن طريقة للتداول في العالم. بالإضافة لأنه خاصية جديدة رح أحكي عنها بهذا الفيديو حصراً، واللي هو أنه فيك تداول مباشرة من الليجر نانو لإلك. هذه خاصية غير موجودة ولا بإكستشينج، وهي المستقبل. هلأ لنبلش كيف نشتغل عليه. بتبلش تاخذ الرابط اللي تحت الفيديو ديدكس، او فيك تروح على كوين ماركت كاب بتشوف شيء اكسشينج او شيء عمله فيها هذا الاكسشينج، بتضغط على الرابط من فوق مشان هذا تكون مضمون دخولك، تمام. بس خذ الرابط اللي من تحت، هذا اكيد مزبوط. تضغط ستارت تريدينج، فبياخذك هون بيعلنك اول شيء اعلان عن طريقه مكافاه اذا الواحد كان عم يتداول. تضغط برا. هلا في عنا كذا طريقة للتداول على هذا الاكسشينج، تمام. هو بشرح لك شو هو هذا الاكسشينج، وان هو مانو بطيء هو بسيط وسريع. ف بيقلك اذا تاخذ تور سريعة اذا بتحب. هون في عنا خيار اسمه راب ايثر، هذا يستخدم بالزيرو اكس بروتوكول، رح احكي هلا عنه، بس مانو 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 هو بصلب موضوعنا. هون الاوردر بوك، يعني هدون أوامر البيع لأشخاص اللي بدهم يبيعوا هيدي العملة، وهون أوامر الشراء لأشخاص اللي بدهم يشتروا هيدي العملة. خالص بيقول لك دان دان. طيب هلا هون عندك من فوق لما تضغط على هي عندك خيارين تتداول على هيدا الاكسشينج، يا إما بالميتا ماسك. ميتا ماسك هي كمان محفظة للإيثيريوم، تنزل على البراوزر لإلك، يعني على كروم مثلا فيك تنزل ميتا ماسك وبصير عندك محفظتك دائما موجودة هنيك. رح أعمل عليها فيديو مخصص لإلها. وفيك تداول من الليجر، تمام؟ من الليجر، واللي هي أأمن طريقة تداول في العالم. فلتقدر تضغط تفوت تداول من الليجر لازم أول شيء تدخل البين كود هون. هلا بعد ما تدخل البين كود بدخلك على السيستم، بتفوت على الإثيريوم أبليكيشن. أنت بتكون أوردي منزل الإثيريوم أب عليه، بتفوت على الإثيريوم، تضغط 2 طبعاً، بتنزل على السيتنجز، في سيتنجز، تضغط على السيتنجز. وتنزل على ثاني خيار واللي هو اسمه براوزر سبورت. براوزر سبورت يعني هو دعم للمتصفح الانترنت اللي انت عم تستخدمه، تمام. هذه خاصيه بال ليدجر نانو انه بيدعم البراوزر. فبنضغط على براوزر سبورت، حط يس، تمام. هلا اذا ما كنتوا بتعرفوا شباب تستخدموا ليدجر نانو، في انا عامل فيديو خاص عليه فيك تروح تحضره، مفروض تصير تعرف تستخدمه أحسن يعني. فبس بعد ما طلع هذا الشيء بتضغط من فوق وفورا بيطلع لك هون عنوان محفظتك الإثيريوم بقلب الليجر، تمام. هلأ حاليا ما فيها ولا شيء، صفر. رح نعمل هلأ عملية كاملة كيف نبعت إثيريوم على هيدي المحفظة، وبعدين كيف نستخدمها لنشتري شيء بقلب الدكس. هلأ بتروح على محفظتك اللي هي myetherwallet.com، تمام. تتأكد من العنوان كتير منيح كي مكتوب صح، تتأكد انه هو مكتوب secure، تمام، connection secured، معناته انت بأمان على هيدا البراوزر.
بالأخضر لازم تكون تمام. فعندك كذا طريقة تدخل بالماي إيثر وولت. طبعا كمان اللي ما بيعرف يشتغل على الماي إيثر وولت يروح ويحضر الفيديو اللي عامله خصوصي عليه تمام، بقلب سلسلة أساسيات الاستثمار بعلامة العملات الرقمية، وبتعرف تماما كيف تدخل عليه. أوكي، بس باختصار أأمن طريقة للدخول هي عن طريق الملف اللي لما نشأت أنت الإيثر خلاك تنزله تمام، الجيسون فايل تمام. هذا الملف لأنه بالملف والباسورد اللي أنت دخلته اللي غالبا لا تكون حافظة بتقدر تفوت، هي أأمن طريقة للدخول تمام. لأنه إذا دخلت البرايفت كي في احتمال حدا يكون على كمبيوترك ويقدر يسرقه. أوكي، فبتفوت بالملف تحط الباسورد تدخل. نحن طبعا على السند ايثر لانه نحن بدنا نبعث ايثيريوم. هلا احنا صرنا جوا، بقينا يعني هون نحط عنوان الايثيريوم اللي نبعث عليه، شو الكميه الايثيريوم اللي نبعثها. اوكي، هلا كيف بتجيب عنوان محفظتك الايثيريوم على الليجر نانو؟ بتروح على الابس وبتضغط على الليجر وولت ايثيريوم. اوكي، فبيفتح لك هذا محفظتك الايثيريوم على الليجر. هلا انت كونك داخل على الديدكس ما راح يدخلك على الايثيريوم، فلازم تطلع تروح على البراوزر نفسه اللي انت كنت فيه، براوزر سبورت، تقول له نو، وبهالحاله بيشيل هون التفعيل من هون. هلا اذا بتنتبهوا هون بفعل لك هيدي، اذا بتنتبهوا هون صار مقفول. اوكي، ليش؟ انه انت فيك تعمل اكسس، فيك تعمل ولوج لشغله واحده بس بمحفظتك الليدجر تمام، اما الديدكس او الليدجر ابلكيشن هذا. اوكي، فلما بدك تفوت على البراوزر لتستخدم الاكستشينج هيدا بدك تعمل البراوزر سبورت يس، ولما ما بدك اياه ترجع تعمله نو. اوكي، هلا نحن بدنا نستقبل من هون، بتاخد هذا الادرس تمام، هذا بدك تبعت عليه تنسخه وبتلصقه هون. اوكي، نبعت خلينا نقول 1 ايثيريوم. الجاز برايس تتركه نفسه في حالة تبعت ايثيريوم. وهون شباب ادفانس داتا، هذا حقل اذا بدك تضيف معلومات اضافية على الترانزاكشن اللي لك. اوكي، هلا لما كل الاشخاص اللي عم تشتري على الموقع موقعي bitcoin-arabic.com بيطلب منك لما بدك تشتري عن طريق الإثيريوم، لما بتفوت بحط لك شو المبلغ، بحط لك شو هو حقل الداتا. فأنت لما تشتري على الموقع لازم تعبي حقل الداتا هون. أوكي، لازم تطلع بالأدفانس داتا، هاد داتا. أوكي، بتعبي الحقل هون، بصير لحاله البرنامج فيه يفوت ويتأكد بأنك أنت فعلا دفعت الكمية المضبوطة، بفعل لك الكورس على الموقع. أوكي، هاي بس ملاحظة على الهامش. هلأ كيف بدك تعرف الجاز برايس؟ الجاز برايس هو دائما شو السعر اللي بدك تدفعه حق هيدي الترانزاكشن. فشو بدك كيف تعرف شو الرقم الامثل تمام؟ انت معك من 1 لل90، شو كيف بدك تعرف شو احسن رقم؟ هلا هذا الموضوع حقيقه بيختلف على قد ما الشبكه مضغوطه. اوكي، كل ما كانت مضغوطه الشبكه اكثر، كل ما بدك جاز اكثر اذا بدك تمشي الترانزاكشن لك بسرعه اكبر. مثلا اذا انت حطيت جاز قليل ممكن ترانزاكشن لك تاخذ ايام تمام. هلا انا مثلا من فتره كنت عم حط مثلا 7 الجاز. ليش؟ لانه انا ماني مستعجل على الترانزاكشن، وكانت عم تمشي خلال ساعه ساعتين عم توصل الترانزاكشن. اخر ترانزاكشن عملت حطيت 7، ضلت 4 ايام يمكن لو وصلت تمام. ف ليش؟ لاني ما شيكت قبل على ضغط الشبكه. فرح اعطيكم هلا موقع بتشيكوا على ضغط الشبكه مشان تعرفوا تماما كيف بتحطوا شو احسن جاز تحطوه بناء على متطلباتكم. هذا الموقع واللي اسمه ethgasstation.info، كما حط لكم اياه تحت بالرابط تحت الفيديو، بيعطيك معلومات احصائيه عن شبكه الايثيريوم تمام، شو وضعه او البلوك تشين تبع الايثيريوم. فبيقول لك انه مثلا هلا تقريبا 78% مضغوطه الشبكه، 76% مضغوطه، وبيعطيك ارقام. مثلا انت بهمك السيف لو، يعني
هون السرعه. هلا انت قديش بهمك تكون توصل ترانزاكشن لك بسرعه؟ هلا اذا انت عم تبعت مصاري لحتى تعمل تريدنج علي مضطر، فلازم تعلي الغاز لانه مشان توصل بسرعه. اذا بس عم تبعت لحتى تخزن بمحفظه وما بهمك الوقت، ممكن تحطها قليله بحيث توصل ساعات او حتى ايام، تمام؟ بس اكيد رح توصل. هيدي ميزه البلوك تشين، تكون متاكد انه رح توصل ترانزاكشن. فانت عندك سيف لو، يعني خلال 30 دقيقة ماكسيموم توصل ترانزاكشن. هل حاليا هو بتحط الجاز برايس 8 جوي، اوكي؟ هلا مثلا من ساعة كانت 10، بس هلا خفت هذا، من ساعة كان 100% ضغط الشبكة، فكانت هي 10 المينيموم، فهلا صارت 8، اوكي؟ الستاندرد 9 كانت من ساعتين 44، تمام؟ فهذا الموضوع بيختلف. فانت شو بتعمل؟ قبل ما تعمل ترانزاكشن لك بتفوت على هذا الموقع وبتشيك، بتشوف انا اذا بدي ابعت هلا ترانزاكشن، اذا حطيت 9 مثلا معناته ممتاز، باقل من 5 دقائق بتوصل. اذا حطيت 11 من اقل من دقيقتين، خلونا نحط 11 وبنشوف. بنجي لهون بنحط 11، هاي 11، اوكي؟ ونعمل سند، جنريت ترانزاكشن، سند ترانزاكشن، يس ام شور. دائما بكل ترانزاكشن بتعملها بيعطيك خيار verify transaction، واللي هو بيبعتك على الايثر سكان وبتشوف فعلا كم نود عملت verify لهي ترانزاكشن، يعني كم مجموعة من المنقبين معدنين ماينرز اخذوا هي ترانزاكشن وعملوا لها تحقق منها وحطوها ضمن البلوك تشين تبع الايثيريوم. مثل ما شايفين الساتا pending هون، لانه اسا بس 17 ثانية مرق، فاسا ما البلوك هايت، اسا ما ولا بلوك يعني عمل لها فيريفاي جواته. بس قديش كلفت هاي ترانزاكشن؟ كلفت 14 سنت. هاي اول بلوك عملها كونفرميشن، تأكيد بيقول لك هون سكسس، وهكذا. فانت تتوقع على توصل خلال دقيقتين. هلا نرجع على الاكستشينج، وبدك ترجع تفك هيدا القفل، فبدك ترجع على الليجر وتدخل البين كود. هلا مثل ما شايفين بعد ما دخلت الكود البين كود بيروح القفل، فبصير مفعله، بنضغط عليها. هلا بانتظار يوصل الايثيريوم، بس يوصل حطلنا هون قديش كميه الايثيريوم اللي عندنا، وفينا نبلش نشتري ونتداول على هيدا الاكستشينج. هلا هيدا الاكستشينج كتشارت مثلا احسن من اكستشينجات تانية. مثلا هون اذا بننزل بنحط مثلا 15 دقيقه كتشارت احسن، كسيكوريتي احسن. طبعا لسه ما في كتير سيوله لانه فعليا لساته جديد وسمكت العالم تعرفه، اغلبيه العالم عم يشتغلوا على الايدكس. لازم اعمل كمان فيديو على الايدكس، بس الايدكس لحد هلا ما في انتجريشن للليدجر والت. فمبدئيا هيدا اللي عملته لانه في هي الخاصيه. اذا وصل الايثيريوم مثل ما شايفين هون طلع لنا 1 ايثر. رح نروح هلا ونجرب نشتري شيء على هيدا الاكسشينج بس لتتعلموا من ناحيه تجريبي. رح نروح على عمله سيلي اللي هي نزلت جديد على السوق، وبتلاقوها مثلا على هيدا الاكسشينج، على الديسنترلايز اكسشينج اكثر شيء. هلا مثل ما شايفين اوامر البيع قليله كثير، يعني بس 4 اشخاص بده يبيعوا، واحد على سعر 3.55 ايثيريوم، والبقيه كلهم على اسعار خارقه بالعالي، تمام؟ عدد الأشخاص اللي تشتري أكثر بكتير. ببلش أعلى سعر للشراء شخص عارضه هو 3.32 إيثيريوم، حاب يشتري 18,000 سيلي. فنحن شو بنعمل؟ بنروح على الباي أو سيل. نحن بدنا هلأ حاليا نشتري سيلي، صح؟ نشتري سيلي، بنحدد شو السعر اللي بدنا نشتري فيه وقديش سيلي بدنا نشتري. خلينا نفترض أنا بدي أشتري على السعر مثلا 3.22، فبحط 3.22، اوكي؟ قديش سيلي بدي اشتري؟ مثلا اذا خلينا نشتري 500 سيلي، تمام؟ 0.16 سيلي، اوكي؟ على هيدا المستوى، وبنضغط باي سيلي. هلا هون شو بيقول لك هو؟ لحتى تقدر تعمل هذا الشيء، نحن قلنا انه الديدكس هو مبني على بروتوكول 0x، تمام؟ 0x عنده تقنية بأنه بيعمل رابينج مثل تغليف لهدون الإثيريومز بعملة الـ W Ether، أوكي؟ فنحن لازم نعمل رابينج، فهو بياخد
نفس المقدار من هذول الإثيريوم وبيعملوا هذا التغليف. بعدين فيك تعمله أنت أنراب، يعني فيك ترجع تفك تغليفه وقت اللي بدك. هو ما بياخذ رسوم منك ابدا، بس بتدفع ترانزاكشن، يعني بتدفع حق الإثيريوم الغاز. اذا لما بتعمل رابينج بيعطيك على الليجر انه لازم تضغط كونفيرم، تمام، تضغط اليمين وبيخلص الرابينج. تمام، هلا بتقول له enable buying with ether with weth، كمان بيعطيك لتعمل كونفيرم. شايفين هاي العملية شباب، انه انت لازم تضغط على الليجر. هاي اللي بتعطي مستوى الامان العالي لعملية الشراء والبيع. ليش؟ لانك انت مضطر، الشخص اللي عم يفوت ليخترق جهازك ما بيقدر بدون ما يكون موجود فيزيائيا عندك، عرفت شو؟ فهذا مستوى تاني من الحماية، جدا مهم جدا، رح يكون هو المستقبل. فكل ما تعودتوا عليه من هلأ كل ما احسن. وهيك صارت جاهزة فكرة تضغط باي. كمان بيعطي انه انت لازم تعمل ساين توقعه، مش الحال. بيعطيك اذا بدك انت تعمل الاو ليعطيك هو نوتيفيكيشن لما بيتفعل، ممكن نعطيها. نعم، فهو بيبعث لك هلا رساله لما بيتفعل هيدا الاوردر بيخبرك انه تم. بس ننزل لهون بنلاحظ انه صار الاوامر موجوده هون، هذا الامر لكو هون. هدول الأوامر كانوا غير موقعين، هلا فينا نكنسلهم إذا نحطوا، بس هذا هو فعليا الأمر اللي حطيناه. وبس يتنفذ، بس ينزل، تنزل سيري على هيدا السعر وينفذ، يكون احنا اشترينا السيري. ملاحظة أخيرة شباب، أنتوا لما بيطلب يفعل الرابينج، في عندك أوبشن تاني لازم تفعله اللي هو فوق البراوزر، البراوزر سبورت، اسمه contract data. تمام، هن هذول الاوبشنين جوا السيتنجز. تمام، اثنيناتهم لازم تحطهم يس لحتى يقبل يعمل رابينج. ف بس تخلص فيك ترجع تحطهم نو وتطلع وتشيك سكر الليجر وهو لحاله بيشتغل. واخر شيء بس تخلص تعمل انراب بيرجعوا ايثيريوم مثل ما كانوا. اذا هي الطريقه اللي فيك تستخدمها لحتى تتداول من الليجر لإلك بدون ما يطلع، بدون ما تطلع عملتك لبرا ابدا. تمام، وكل العمليات اللي بتصير بناء على موافقتك وبضغط ايدك. بتمنى تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات. بتمنى انه الكل يكون دائما ينمي معرفته، ينمي قدراته ويتدرب لحتى يصير احسن واحسن. فشكرا لوقتكم، وبتمنى تعملوا شير ولايك وكومنت لهذا الفيديو. كمان بتدخلوا بسحبنا الاسبوعي على $50، وبشوفكم فيديوهات تانية إن شاء الله قريبا. وسلام.